يتواصل التظاهر الشعبي في مناطق البحرين بعد مضي أكثر من 50 يوما على احتجاز عثمان الشهيد عبد العزيز العبار، وفيما يستعد المواطنون للمشاركة في الفعاليات الثورية التي أعلن عنها ائتلاف 14 من فبراير، وإعلان الجهوزية للانطلاق باتجاه مستشفى السلمانية وتحرير الجثمان. فإن الأجهزة الأمنية لا تزال تشن حملة اعتقالات ومداهمات، وذلك على خلفية الخطة الأمنية التي تتبعها الأجهزة بغرض استنزاف الحراك الثوري الذي يتوقع أن يشهد تصاعدا خلال الفترة القادمة. من جهة أخرى، تبدي القوى الثورية اهتمامها بتنويع أشكال المقاومة وتوسيع نطاقها على مدى الأيام المقبلة، حيث دعا تيار الوفاء الإسلامي للمشاركة في فعالية وصفت بالكبرى تحت عنوان القيام، تتضمن مجموعة من التظاهرات والاعتصامات والعمليات الثورية، وتمتد من 13 يونيو إلى 20 من الشهر الجاري، حيث تختتم بنشاط ميداني واسع تحت شعار جمعة القيام، ويعلن عن تفاصيله في حينه. مصدر قريب من التيار أوضح بأن برنامج القيام الثوري يهدف إلى تثبيت خيارات الثورة والتأكيد على فشل النظام في كسر إرادة الحراك الثوري وفصله عن القاعدة الشعبية، لا سيما في ظل إمعان الأجهزة الأمنية في سياسة القتل المنهجي وتصفية كوادر الثورة. وتحدث المصدر عن توافق بين القوى الثورية على الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد المقاوم، مشيرا إلى أن النظام يتجهز لسلسلة من الانتقام ضد الثورة وبتحريض سعودي، ولا سيما بعد التلويح بالإعدامات الأخيرة لنشطاء الحراك في القطيف، حيث جدد المصدر توافق القوى على استحضار الحراك الشعبي في المنطقة الشرقية ضمن التظاهرات والمهرجانات التي تشهدها البحرين.